قلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه. قلت لهم دي باكيته و20 جنيه وشريط ترامادول ل100 ألف. يا ترى ايه قصة مخدر البانجو والترامادول والعشرين جنيه اللي ممكن يدمروا حياة 100 ألف انسان؟ ظروفه صعبة، وليه الرئيس السيسي قال المثال ده بالذات في كلامه؟ من يومين كده الرئيس السيسي اتكلم في فعاليات مؤتمر حكاية وطن اللي في العاصمة الإدارية الجديدة عن حاجات كتير خاصة بالمشروعات والبنية التحتية، وفجأة اتكلم في حاجة تانية بعيد عن جو المشروعات ده، وقال للحضور: انتوا عارفين انا قلت الصبح المجلس القضائي الأعلى في لقاء معاهم انا ممكن ادمر مصر بمليار جنيه او 30 مليون دولار. طبعا المجلس وقتها استغرب: بقى انت يا سيادة الرئيس تعمل كده؟ فقال لهم: استنوا بس هفهمكم واقول لكم، انا لو اديت اي شاب او مواطن ظروفه صعبة شريط رمضان و100 ألف جنيه لكام اسبوع بس، مش عشان الاسعار ولعت، لا، ده عشان اقول له انزل اعمل حالة، والمقصود بالحالة هنا التخريب والمظاهرات العنيفة. يا ترى ايه النتيجة؟ هيخربوا البلد طبعا، وال30 مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفلات واحنا عارفين، يبقى لما اجي ادفع 85 مليار للأسرة اللي هي مش حاسة انها عايشة، والناس مرمية في الصفيح في الشوارع وفي المقابر كمان، فشخص يجي يقول لك البلد اللي مش لاقية تاكل تفرش لهم الشقة كمان. طبعا اذا كنا بنفهم كلنا يعني ايه امن قومي، مش هتستكتروا اللي احنا بنعمله ده واكتر منه كمان. احنا تعبانين كده ومش معانا نعمل كده، أيوة، علشان ما يبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول. والحضور في المؤتمر فكروا ان كل الكوارث دي بتحصل بسبب المخدرات، بس الحقيقة الرئيس برضو مش يقصد كده. طيب لو الرئيس السيسي مش بيتكلم عن المخدرات يبقى يقصد ايه بكلامه ده؟ شوف يا سيد الكريم، رئيس الجمهورية مش هيتكلم في اي موضوع كده وخلاص، لانه بيكون واعي هو بيقول ايه كويس جدا، خاصة لان دماغه حاضرة على طول ومش بينسى اي حاجة، لكن كان قصد من كلامه رسالة مهمة جدا للمصريين، وهي ان ده ممكن يكون سيناريو الايام اللي جاية قبل الانتخابات، واللي ممكن ينفذه عناصر جماعة الاخوان المحظورة، لانها مستحيل تهاجم مصر بشكل مباشر لان هيكلفهم كتير جدا، فبيضربوا بشكل غير مباشر بالفلوس والمخدرات، ولان ده اسلوبهم القديم في شراء الفقراء واللي ظروفهم صعبة واستغلالهم في المظاهرات زي ما حصل ايام احداث يناير ومظاهر البذخ الكبيرة اللي كانت باينة على عناصرهم والناس اللي راحت معهم عشان الفلوس. والحقيقة الرئيس مش هيقول كده غير لو كان عنده معلومات مؤكدة ان الاخوان ممكن تعمل كده او بتخطط فعلا لده، وحب بس يبين للمصريين ان في ناس ممكن تبيع نفسها وبلدها علشان شريط ترامادول ومية جنيه، واللي متابع مراحل الأزمة الاقتصادية الأخيرة هيلاقي الإخوان طرف أصيل فيها، وكانت ولسه بتحرض ضد الدولة وتظهر وتضخم الأزمات، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ودي فرصتهم عشان ممكن يولعوا البلد بعود كبريت، وده عن طريق استغلال الناس اللي قال عليهم الرئيس. ودي كانت رسالته اللي الناس لازم تاخد بالها منها كويس جدا، فخلوا بالكوا كويس يا جماعة.